حبايبي الحلوين، طلاب وطالبات سنة رابعة ابتدائي، معاكم مستر وجد نبيل مدرس لغة إنجليزية. ألتقي بكم وشرح وحدة جديدة من وحدات منهج تايم فور إنجليش يونت 5، عندنا بعنوان at the hospital. at the hospital يعني في المستشفى. عارفين حبايبي كلمة preposition at بيستخدم مع الأماكن الصغيرة، مثلا at school، at the hospital. كان في واحدة قبل كده برضو نفس الكتاب at Mona's house، وهكذا. نيجي نشوف الوحدة بتكلم عن ايه. عندي conversation time اللي هي وقت المحادثة، عندي المين vocabulary المفردات الرئيسية، عندي كلمة hospital، hospital يعني مستشفى، عندي street، street يعني شارع، عندي what، what يعني ما أو ماذا، عندي how، how يعني كيف للسؤال عن الكلفية خدناها في الوحدة السابقة، عندي address، address يعني عنوان حبايبي. لاحظ ان دي كلمة address يعني عنوان، لكن كلمة dress لو انا الجزء ده بس، dress يعني ايه؟ يعني ايه؟ فستان، يعني ايه؟ فستان. عندي seat، seat يعني مقعد او ايه؟ كرسي. ده غالبا بيكون ثابت، لكن كلمة chair، chair برضه يعني كرسي، كرسي متحرك او متنقل. عندي vocabulary الكلمات، عندي nurse، nurse يعني ممرضة او ممرض، قد يكون برضو راجل او ست يعني. morning، morning يعني صباح. عندي telephone number، telephone number يعني رقم الهاتف. عندي when، when يعني متى للسؤال عن التوقيتات. عندي work، work يعني ايه؟ عمل. لاحظوا حبايبي ان ال W O في اللغة الإنجليزية تتنطق و، work، work، لكن ال W A و، زي كلمة walk لما أقول له مثلا يمشي يعني walk، حائط يعني wall، تمام كده؟ أما ال W O بتبقى و، work، تمام كده؟ عندي بعد كده sick، sick يعني إيه؟ مريض. طبعا ال A D J اتفقنا حبايبي دول يعني إيه ال adjective، يعني إيه الكلمة دي إيه صفة. عندي الفيربز اللي معايا في الوحدة، الأفعال. عندي سبيل، سبيل يعني يستهجى أو يتهجى. عندي اكسرسايز، اكسرسايز يعني يتدرب أو يتمرن. عندي ثانك، ثانك طبعا لاحظوا النطق ال تي اتش، ثا، ثانك يعني يشكر. بعد كده جو يعني ايه؟ يذهب. عندي بعد كده اكسبريشنز اند فريسز، pardon me، pardon me يعني معذرة أو قاعد ما قلت، حد يقول لك على حاجة وبتقول له pardon me يعني sorry pardon me، بقول لكم pardon me أهو، قاعد ما قلت يعني حد يقول لك على حاجة وأنت إيه ما سمعتهاش، يعني ما سمعتهاش كويس، بتقول له pardon me على أساس يكرر نفس الحاجة. بعد كده have a seat، have a seat يعني إيه؟ اجلس أو تفضل بالجلوس. جينا لوقت المحادثة، طبعا في كل محادثة احنا بنشوفها في كل وحدة بيكون عندي شخصيات المحادثة. عندي هنا أمان، أمان يعني رجل، أو وومن يعني سيدة، a nurse يعني إيه؟ ممرضة. باختصار كده قصة المحادثة إن في رجل وسيدة في المستشفى، الست أو السيدة مريضة ربنا يشفيها، والممرضة بتسألها عن العنوان بتاعهم على أساس الرجل ومراته يعني رجل وزوجته. بعد كده هم بيعيشوا في 31 شارع التحرير، ده العنوان المقيمين فيه. نبدأ listen and repeat يعني استمع وردد. الممرضة هنا بتسألهم what's your address، what's your address يعني ايه؟ ما العنوان بتاعكم. بتقول له، هي بترد بتقول 31 تحرير ستريت، 31 تحرير ستريت، بنقول رقم الشارع وبعدين اسم الشارع، الرقم وبعدين الاسم، 31 شارع التحرير. طبعا تقريبا الست او الممرضة ما سمعتش كويس، pardon me، pardon me معذرة قاعد ما قلت. طبعا الراجل اللي يعني هيرد هو اللي الست قالت مرة شكلها كده عشان سنانها بتوجعها ولا حاجة بتوجعها كده مش عارف اتكلم كويس، فالراجل المرة دي هو اللي بيرد يعني، تمام. 31 تحرير ستريت، 31 تحرير ستريت، على اساس يمكن ما سمعتش، هي ما فهمتش المرة الاولانية من مراته، فهو ايه اعتقد كده ايه فهمت من جوزها. How do you spell تحرير، how do you spell تحرير، ازاي بتستهجى كلمة تحرير دي الممرضة دي يعني مش معقولة يعني. فبيرد بيقول لها تي اي اتش ار اي ار، لما واحد يجي يقول لك how do you spell كلمة كذا بتقولها حروف منفصلة، how do you spell تحرير، تي اي اتش
B-O-O-K-R-I-R. أنا مثلا ممكن أقول لك how do you spell book؟ إزاي بتستاجة كلمة book؟ هتقول لي B-O-O-K وهكذا. أخيرا شكرتهم thank you have a seat please. Have a seat please يعني تفضل إيه بجلوس. طبعا هم قالوا إيه أو هو بيقول لها thanks يعني إيه يعني شكرا. طبعا كل اللي احنا الأجزاء اللي احنا اتكلمناها دلوقتي كل الأجزاء دي خاصة بالمحادثة، يعني احنا اوريدي قلناها وهنقولها تاني برضو على السريع عشان كده كأننا بنقولها مرتين. لما بنيجي نسأل عن العنوان بنقول what's your address. What's your address يعني عنوانك فين أو ما عنوانك. لما الطرف الآخر رد الراجل أو الست في أول مرة 31 تحرير ستريت 31 شارع التحرير. بعد كده بنسأل عن asking someone to repeat their words يعني طلب إعادة ما قيل. حد قال لك حاجة ما سمعتش كويس فبتقول له pardon me وبيكرر نفس الكلام اللي اتقال. عندنا نمبر 3 بتسأل أو بتطلب من شخص يتهجى كلمة معينة بتقول له how do you spell وتقول الكلمة how do you spell تحرير. فطبعا الطرف الآخر اللي بيرد T-A-H-R-I-R. بعد كده نمبر 4 طلب من شخص انه يجلس تفضل بيت بيتك اقعد ارتاح have a seat please. Have a seat please يعني تفضل بالجلوس. بعد كده طبعا الطرف الآخر اللي اتقال له الكلام ده هيقول thanks. Thanks ركز في النطق برضو عشان ال th هنيجي بالتفصيل في نطقها. ال th ليها نطقين مختلفين الثاء والذا. هنا عندنا thanks يعني ايه شكرا. بعد كده تسأل عن التوقيت او التوقيتات خدناها في الوحدة اللي قبل كده برضو asking about time بنقول ايه when. حبيبي ممكن نقول when or what time. هنا when يعني متى. when do you exercise بيكون الإجابة طبعا ده سؤال في present simple هتقول I exercise in the morning. I exercise in the morning ده توقيت ما حددتش الساعة بالضبط. لكن لو عاوز أحدد الساعة أو التوقيت بستبدل when ب what time. يعني what time تذكر ساعة تحديدا لكن when يعني ما أقول ممكن أقول in the morning in the evening in the afternoon at night وهكذا. يعني الوقت بيبقى عام شوية لكن لو حددت التوقيت تحديدا بقول إيه what time. عندي بعد كده بسأل عن كيفية الذهاب إلى مكان معين خدناها برضو في الوحدة السابقة في unit 4 asking about how to go to a place. how بكون السؤال إزاي بقول how. طبعا في الـ present simple استخدمنا افتكر معايا كويس في الوحدة اللي فاتت كنا بنقول هي how do or how does. خلي بالك do I we you they does he وشي وات. انا بسترجع معاك برضو يونت 4 ركز معايا. لو ما شفتش يونت 4 ارجع ليه بسيب لك انا كده في روابط للوحدات السابقه مع كل مره. how do you go to work I go to work by bus. قلنا حبايبي استخدام باي قبل وسائل المواصلات مباشره. نيجي للجزء الجميل word time كلمات وقت الكلمات main vocabulary المفردات الرئيسية. عندي parts of the body. parts of the body يعني أجزاء الجسم. ركز معايا في النوت السليم. عندي كلمة I اعتبر نفسك بتنطق كلمة إيه البرونون I اللي هو أنا. الكلمة دي نطقها زي دي بالضبط I يعني عين. eyes يعني أعين أو عيون أضفنا S. عندي ear ears أذن أذان. finger يعني أصبع fingers. بعد كده knee الكي سايلنت. knees اللي هي ايه ركب. عندي بعد كده leg خلي بالكوا ده short e افتكر معايا كويس خدنا short e ولونج e والshort vowels واللونج vowels قبل كده. legs يعني ايه أرجل. احنا طبعا رجل طبعا هنا محطوط تحتيها كسرة يعني عشان بقول رجل يعني مش لان لو فوقيها فتحة تبقى رجل يعني. بعد كده arm يعني ذراع. بعد كده ايه arms بعد كده hand يعني يد. بعد كده ايه hands يعني ايه ايدي او ايدي. بعد كده ركز في النطق ده foot. الكلمة دي نطقها foot مش foot. الكلمة دي نطقها foot. الفوت في حالة المفرد اما فيت في حالة الجمع. طبعا لما بجمعها ما بتبقاش في بإس في الوقت ده. طبعا بيبقى الجمع بعض الكلمات بيكون ليس بإضافة إس أو إي إس حتى يعني.
ده بيبقى ايه جمع شيز. عندي vocabulary مفردات، عندي كلمة nurse زي ما تعرضنا وقلنا ان nurse يعني ممرض او ممرضة، عندي دكتور طبيب او طبيبة، طبيب او دكتور يعني بيجيبها في صيغة المذكر ما فيش مشكلة، ممكن صيغة المؤنث. بعد كده important sentences جمل مهمة تقابلني، لما اقول مثلا انا عندي او لدي عينان، I have two eyes، الكلام ده حبايبي بتاع اولى ابتدائي وتانية ابتدائي خلاص بقى ما تكسفونيش بقى، I have two eyes، I have two eyes، انا لدي عينين، I see with my eyes، I can see with my eyes، اشوف بعيني، I hear with my ears، وهكذا، I taste with my tongue، وكل الجمل دي اللي كان طبعا دي مقررة دلوقتي في اولى ابتدائي ما انا connect. بعد كده he has two feet، he has two feet، طبعا قلنا has علشان he او she او it تبقى has، he has two feet، لديه قدمان. بعد كده I hear with my ears، طبعا دي سهلة قوي، hear يعني يسمع، وبعد كده ear يعني ايه اذن او اسمع ايه باذني. جينا لجزء الستركتشر، طبعا عندي حاجة اسمها صفات الملكية البوسيسيف adjectives. حبايبي ده باختصار شديد جدا عندي حاجة اسمها subject pronouns اللي هو ضمائر الفاعل، واللي هي ضمائر الفاعل اللي هي السبعة اللي احنا عارفينهم اللي هي ايه، I, he, she, it, we, you, they، خلاص دي متفقين عليها واحنا اخدناها كتير جدا جدا، تمام. عندي بعد كده حاجة اسمها possessive adjectives، possessive adjectives اللي هي صفات الملكية، كل ضمير فاعل له صفة ايه، صفة ملكية، صفة ملكية اللي هي اللي هو ضمير الملكية من الوالد ده. عندي I ال possessive adjective بتاعها my، I my، he his، she her، it هو او هي its، خلي بالك its مش it apostrophe s، لان it apostrophe s اللي هي it is، وممكن برضو تنطق its يعني التانية اللي فيها apostrophe هنا خلي بالك برضو تنطق its، تمام. ودي its بنعرف نفرق بينهم ازاي لما نشوف اللي جاي وراها، لان الصفات possessive adjectives لازم يجي بعدها الناون اللي هو الشيء المملوك او الشيء الايه اللي انا بملكه او اللي انت بتملكه او اللي هو بيملكه او اللي هي بتملكه وهكذا. قد يكون الشيء المملوك ده مفرد او جمع، مفرد او جمع، ركز معايا. عندي يو تبقى يور، اضفنا حرف ار. عندي وي الحاجه بتاعتنا احنا بنقول عليها اور، وذي هم او هون الحاجه بتاعتهم هم بتبقى ايه ذير. يليه الشيء المملوك اللي قد يكون مفرد او جمع، مفيش مشكله. يبقى لاحظ ان انا بقول لك استخدام صفات الملكيه دي اللي هي البوسيسيف ادجكتيفز قبل الاسماء، قبل الاسماء. خلي بالك ماي، هيز، هير، اتس، يور، اور، ذير يجي بعدها اسم قد يكون مفرد او جمع، مفيش مشكله، المهم بيكون ناون. عندي مثلا هنا كريم اسك، كريم اسك، طب حاجه بتاعت كريم مريض عيان، اقول ايه؟ عندي his foot hurts، his foot hurts، خلي بالك هنا foot مفرد، his foot يعني قدمه، hurts طبعا الاس دي اس ايه، اس المضارع، تمام. عندي منى can't hear well، منى can't hear well، طب انا عندي ايه منى؟ طب الضمير الحاجه اللي تخص منى، لما قلنا كريم قلنا his، طب لو حاجه بتاعتك انت كنت هتقول ماي، ماي، لو منى هنقول ايه بالظبط كده؟ her ears hurt، her ears hurt يعني ايه؟ ودانها ايه بتوجع، طبعا ده جمع مش هنحط هنا اس حبايبي الحلوين، انا قلت هنا اس عشان دي هنا ايه مفرد، هنا دي ايه دي مفرد، لكن لو جمع ما تحطش ايه اس، تمام. وخلي بالك افعال الشعور والحواس برضو عشان لما نيجي في السؤال بتاع تشوز بتتحط في البريزنت سيمبل مش في اي زمن تاني عشان لما يكون في ازمنه تانية ما تتلخبطش. عندي هنا اي كانت رايت، اي كانت رايت يعني ما اقدرش اكتب، خلي بالك هنا اي هتبقى برضو ايه ماي، ماي هاند هيرتس، الاس دي برضو عشان دي مفرد. عندي ذي كانت سي ويل، ذي كانت سي ويل ما يقدروش يشوفوه كويس، يبقى هنا ذير، ذير eyes hurt، their eyes hurt. طبعا انا كلمة hurt دي لاحظوا ان هي متكررة كتير اللي هو بيوجع او يؤلم، تمام.
بتلاحظ يا إما hurt يا إما hurts. ركز معايا في اللي جاي، هتبقى hurt or hurts. لو حاجة I أو we أو you أو they أو جمع يبقى hurt، تمام كده؟ خلي بالك، لكن لو الحاجة مفرد، لو الحاجة مفرد زي foot هنا، زي هنا foot، زي hand، بتبقى إيه؟ hurts. والاتنين الأولانين hurts عشان دي hand مفرد وfoot مفرد، وعندي ears جمع وeyes جمع، هتبقى إيه؟ hurt. طبعا اللي أنا قلتهم اللي هما الجزء ده هنا في زمن المضارع البسيط الـ present simple tense، بنستخدم التصريف الأول اللي هو الـ infinitive مع الضمائر I, we, you, they. خلي بالك لو هنا جمع لسه أنا قايل my hands hurt، my hands hurt جمع، my feet hurt الجمع بياخد hurt. خلي بالك لو ده ضمير الملكية، طبعا متفقين خلاص ان ضمير الملكية اللي هي my، هنا برضو هنا my، بس my finger hurts، هنا عشان مفرد قلت hurts، my foot hurts. ركز قوي، my مفرد hurts، my foot مفرد hurts، تمام. عند الجمع بقى في كلمات، عندي leg تبقى legs، تمام، عندي ear ears، دي بإضافة s. أما إذا كان الاسم منتهي بالات، الاسم المفرد عشان أجمعه لو منتهي بس اس سي اتش اس اتش او اكس، بنضيف اي اس، ناخد واحدة على كل جزئية. عند dress منتهي بس اس dresses 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 يعني فساتين. عند beach منتهي بسي اتش بتبقى beaches. عند dish منتهي بس اتش يبقى ES dishes. potato منتهي بO يبقى برضو potatoes، برضو ايه بضيف ES. عندي box، خلي بالك دي مش نطقها book books، لا دي box box. اما box يعني كتب، books يعني كتب، اما دي box، box يعني صندوق. عندي boxes boxes. اما اذا كان المفرد، الاسم المفرد منتهي بواي، خلي بالك منتهي بواي مسبوق بحرف ساكن، اقلب الواي الى اي ثم اضيف اي اس. من انا بجيب لك كده من الاخر يعني، بيبي بيبيز، بيبي بيبيز، قلبنا الواي الى اي ثم اضفنا اي اس. باني باني الارنب الصغير، باني يبقى باني، باني برضو منتهي بواي، بنحذف الاي ونحط ايه او نحول الواي الى اي ثم نضيف اي اس. طبعا في كلمات المفرد بتاعها جمع، الجمع شاذ يعني مش كله باس او اس بقى. عندك فوت جمعها فيت، فوت يعني قدم، فيت اقدام. لاحظ النطق، خلي بالك ركز، عايزك تركز معايا قوي، فوت فيت فوت فيت. طب ما تيجي نحل تمرين مصر وجدي، يلا بينا. عندي تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. عندي ماي فيت، خلي بالك افعال الشعور والحواس، خلي بالك اللي عندي كلمة hurt هتاخد الـ present simple، تمام كده؟ present simple أنا بأكد لك. عندك feet دي جمع، خلي بالك feet يعني جمع. طيب الجمع خلي بالك اعتبر إن هما دول they، تمام؟ my feet space I can't stand up، I can't stand up. عندي hurting طبعا احنا قلنا أفعال شعور الحواس هتاخد الـ present simple، مش هياخد دي عشان في ing، مش هياخد doesn't hurt لأن أصلا دي جمعة، تمام، مش هتنفي بدازنت لاني لو مفرد كانت نفت بدازنت. عندي هيرتس لو كانت مفرد دي جمع، شكرا، هيرتس لا، يبقى ايه؟ ماي فيت هيرت. انا عاوزك تفهم مش تحفظ، تمام. طيب عندي هي كانت هير ويل، هي كانت هير ويل مش قادر يسمع كويس. خلي بالك هي الضمير الملكيه بتاعه بالظبط كده، سبيس ايرز هيرت، بص بقى ادي ايرز هيرت هنا، ادي جمع هيرت، تمام، زي feet hurt. يبقى هي تبقى البوسيسيف برناون بتاعه او الضمير الملكيه بتاعه، يبقى ايه؟ هي تبقى هاز، هي تبقى هاز، تمام كده يا حبيبي. وي كانت ووك، شفت انا قلت ووك ووك ال w a و ووك، زي كلمه ووك زي كلمه وول، تمام كده. اما ال و ال w o بتتنطق و زي كلمة word مثلا، تمام كده. we can't walk، طب احنا اللي مش قادرين نمشي
احنا مش قادرين نمشي بحاجه تخصنا احنا كلنا. legs hurt، جمع hurt، خلي بالك جمع hurt. يبقى ايه؟ يبقى we، تبقى ال possessive pronoun بتاعها برضو ايه؟ يبقى ايه؟ our. تمام كده. عندي number 4 space arm hurts، space arm hurts. طيب انا لازم هنا يكون ضمير، خلي بالك ضمير ملكيه، ضمير ملكيه عندي I، ده مش ضمير ملكيه خالص خالص خالص. تمام كده. طيب عندي there وعندي our وعندي my. طيب هقول ايه؟ طب ما هي our حاجه للجمع، مش معقول ما هي our arm، لا their arm، لا my حاجه تخصني انا، my ضمير ملكيه ايه؟ my arm hurts، my arm hurts. تيجي نحل تمرين جميل. بص بقى انا هحل لك التدريبات اللي هي سهله جدا، انا بحل لك تمرين او جزئيه منها وانت تكمل بقى. تمام كده حبايبي. يعني نمبر read and circle the odd one اللي دي، احل لك واحده او اتنين وانت تكمل، انت شاطر بقى وامور كده وتعرف تحل كل حاجه لوحدك. read and circle the odd one، اتفقنا حبايبي؟ بيكون اربع كلمات، بتكون بتحط دايره على الكلمة المختلفة، في عيلة الواحدة وبعد كده في واحد غريب دخل بينهم، نحط دايرة عليه ونقول له انت وحش اطلع برا. تمام. where when work what، حتى من شكلهم كده باين، يعني question words دول عندي work هي ايه؟ الفعل. تمام كده. اسيب لك التلاتة الباقيين ولا احل لك واحدة؟ خلاص مش مشكلة، انت حبيبي انا بحبك واحل لك واحدة تاني. عندي number 2 eyes foot legs knees، خلي بالك eyes جمع foot مفرد، legs جمع knees جمع كلهم اجزاء جسم. تمام. يبقى ايه؟ foot اللي على اساس ان هي ايه؟ المفرد. عيش حياتك مع number 3 و 4. عندي number 2 look and answer the questions، بص على انظر وجاوب على الاسئله دي، طبعا خلي بالك وانت بتجاوب. عندي هنا صورة ايه؟ صورة معرفش بقى، ما انا هسأل is he a nurse؟ is he a nurse؟ انا مش شايف انه هو a nurse بصراحة، ده ايه؟ he is a doctor، خلي بالك. يبقى تقول لي هنا no he isn't، no he isn't، بعد no طبعا كوما وتظبط نفسك he isn't. عايز تقول لي no he isn't he is a doctor، ما فيش مشكلة no he isn't تكفي. عندي what can you see؟ what can you see اللي هي الأذن الود. تمام. what can you see؟ طبعا اليو تتحول الى ايه؟ الى اي، وبعدين بتقول كان سي ان اير، اي كان سي ان اير. تمام كده. عندي does his arm hurt، طبعا ده مش arm، ده ذراع، arm يعني ذراع، طبعا ما لناش علاقه بالذراع خالص هنا اهو. does his arm hurt، طبعا هتبقى no it doesn't، no it doesn't، لان الهيز ارم دي يعتبر دي ات، دي بديله لكلمه ايه؟ ات. تمام. ممكن تكتب نو هي دازنت، سو اسف نو ات دازنت، وبعد كده ايه تقول هيز اي هيرتس، هيز اي هيرتس يعني هو اللي بتوجعه. تمام كده. عندي بعد كده واتس رونج، واتس رونج، عندي واتس رونج في ايه؟ ايه المشكله هنا؟ ده رجلي وده رجلي، واتس رونج هنقول ايه؟ هيز فيت hurts، his feet hurts. يا اما خلي بالك هما الاثنين رجليهم وجعينهم، اللي هو الفيت هنا، عندنا فيت هنا وعندنا فيت هنا، يعني هتقول their feet hurt، their feet hurt، او his foot hurts. اذا كان المفرد تبقى hurts، اذا كانت جمع تبقى ايه؟ hurt. عندي بعد كده الفونكس تايم، عندي جزء جميل وسهل خالص. عندي حاجة اسمها voiced th، عندي ال th هنا نطقين، عندي هنا ال th ايه؟ نطقين، يا اما ذا يا اما ذا. العلامة دي ده ساوند حبايبي، ده ساوند، الساوند ده ذا، ده بنقول عليه voiced th، voiced th. عندي ذا وعندي ثا، نشوف الكلمات اللي هي في نطقها th ذا. عندي mother، mother يعني ام، that، that طبعا اخذناها كتير قبل كده، that او تلك الاشاره المفرد البعيد، المفرد البعيد that. عندي this، خلي بالك انا بهتم بالنطق دلوقتي مش بالشرح، this. عندي father، عندي brother، عندي
they. يبقى هنا th the. عندي th voiceless. Voiceless عندي bath, bath or bath, bathroom. لما أقول bathroom مثلا bath يعني حمام, حوض استحمام أو بانيو. عندي thirsty عطشان. عندي Thursday الخميس. عندي three رقم ثلاثة. عندي thick, thick يعني سميك أو تخين. عندي thin يعني إيه رفيع. عندي mouth بق أو فم. عندي birthday يعني عيد ميلاد. عندي north, north يعني إيه شمال. عندي thank يعني إيه يشكر. عندي math, math اللي مادة إيه الرياضيات. الكلمة هنا مكتوبة بس يعني مش واضحة قوي يعني, عشان لما يجي فيها سؤال بعد شوية ما تقولش أنا ما خدتهاش. بعد كده think يعني يفكر أو إيه أو يعتقد. خلي بالك ده كتاب math. تمام تمام. Listen and circle the word with a short vowel. طبعا ده حبايبي احنا اتفقنا ان دول بتسمع من المس او المستر اللي بيجي لك. تمام. وتسمع الكلمتين وانت تحط circle على short vowel. هو بينطق لك الكلمتين وانت بتطلع ايه short vowel. خلي بالك مش هو يقول لك انت حط على not or حط معرفش ايه, لا هو ينطق لك الكلمتين وانت تستنتج short vowel. عندي A not north, not north short vowel A بالظبط كده. كلمة إيه كلمة not. والشاطر بقى يقول لي إيه ده short O. إيه هو الفاول اللي هنا O مثلا. عندي بعد كده moon mother, moon mother صح كده. يلا mother برافو عليك. ده A short O. عندي that cake, that cake, that cake برضو يبقى ايه short A. عندي like thin, like thin, thin. تمام يبقى ايه هنا short A هنا short I. تمام كده. عندي listen and complete with one word. خلي بالك انا كل مرة خلي بالك الوحدات اللي فاتت كنت بنطق لك مرتين بقى, كنت بنطق لك الجملة مرتين. ايه رأيك في unit 5 unit 6 هنطق لك مرة واحدة, وده وعد مني نطق واضح وسليم. ركز معايا. number one he is my father. number two I like math. number three my birthday is on Thursday. number four he wants some water, he is thirsty. الأخيرة طبعا ممكن تتوقعها يعني, في كتير ممكن تتوقعه يعني. تمام. عندي بعد كده read and write true or false. عندي true or false. عندي صورة أربع جمل. ما يناسب الصورة لو الكلام صح موجود خلاص حط علامة صح. عندي true. إذا كانت false يبقى حط علامة صح على إيه false. عندي there is a cake, there is a cake. في كيك في الصورة دي, ده في كيك ونص بقى, ده في حفلة عيد ميلاد وشقلباظات وحركات يا معلم. ماشي يبقى ايه هنا true. تمام. the girl is sad. يا راجل وده كلام, وده كلام ده sad يعني حزين او زعلان. واحد عيد ميلاد وواحد عيد ميلاد يوم 15 يوم الخميس, وده كلام. the girl is sad. لا طبعا false, ده false ونص. يبقى تحط علامة ايه, ممكن تكتب false هنا يعني, حط علامة. she is drawing a picture. وانا بصراحة لا مش شايف انها she is drawing a picture يعني بتعمل ايه. المهم مش she is draw, she is drawing a picture برضو ايه. عندي ايه false. her birthday is not on Thursday. هي عندك her birthday is not on Thursday. عيد ميلادها مش يوم الخميس. لا ده يوم الخميس ونص وهو مكتوبة Thursday. يبقى عندي ايه هنا ايه false. تمام كده. طيب نيجي تمرين جميل بقى. read and circle the odd one. one number one mother father. خلاص حبايبي انتوا اتفق يعني بقينا شاطرين بقى في الجزئيه دي. mother father math brother. عامل لك اتنين برضو. تمام يبقى دول العيله. عندي math دي ماده subject السكول subject يعني. عندي number two thick. عندي thick يعني سميك او تخين او تقيل سمك يعني. يعني الكتاب مثلا يقول لك البوك ده this book is thick يعني جلدته تخينه يعني. عندك باث, باث اللي هو البانيو او حوض الاستحمام. عندي ثيرستي. عندي ثين. خلاص بقى
عندك دول ثلاث صفات، عندي thick صفة، عندي thirsty صفة، عندي thin صفة. تمام؟ يبقى ايه بث. حل انت الاثنين الباقيين بقى عشان الفيديو ما يطولش زيادة عن لازم بقى، دول سهلين جدا يعني باين من شكلهم حتى يعني. عندي نمبر 5 look and answer the questions. عندي is it an English book؟ خلي بالك انا لسه قايله، لسه قايله، ارجع فاكر الصورة دي؟ فاكر الصورة دي؟ خلاص نرجع لمرجوعنا الأولين بقى. Is it an English book؟ طبعا هتقولي هنا No it isn't. تمام كده حبيبي؟ تكتب هنا No it isn't وتكمل. Where is the boy؟ أين الولد؟ أنت فين يا ولد؟ طبعا the boy، لاحظ أنا ممكن أقول the boy is in كذا، خلاص بقى in the boy هتقول عليه He is in the bath. وممكن تقول لي he is in the bathroom، ويخليه in the bath. عندي is he thirsty؟ خبر ابيض ده عطشان، عطش السنين. تمام، is he thirsty؟ طبعا yes he is. بعد كده what day is today؟ عندك الخميس، خلي بالك الخميس، بس مش هتقول هنا النهارده الخميس، مش هتكتب انت الخميس بالعربي، هو تعملها what day is today، هتقول it's Thursday أو today is Thursday، مفيش مشكلة، قول it's Thursday or today is Thursday، مقبولة منك ده أو ده. نيجي للجزء الأخير حبايبي، writing time. أنا بجيب لك أربع صور اللي هو اللي فيهم الأسئلة وبتجاوب إزاي، وبعد كده إيه نختم الفيديو إن شاء الله. عندي الصورة ده الصورة الأولانية خالص بتاعت الـ conversation time. What's your address؟ عنوانك ايه؟ 31 تحرير ستريت. هنا في الوقت ده او لو جات لك في الامتحان انت تكتب اي عنوان، وده مش سؤال موضوع امتحانات يعني، ما هو يبقى كل واحد بقى هيألف العنوان اللي هو ساكن فيه. بعد كده نمبر 2 when do you exercise؟ انت بتتمرن امتى؟ I exercise، خلي بالك التوقيتات، in the morning. لو جايب لك جزء موضح يعني، عندي هنا الشمس الصبح، يعني انت ما لو ما جابلكش حاجه تقول فيها حاجه معينه خلاص مش مشكله، لكن لو جايب لك يعني ايه يعني راعي الراجل اللي رسم بقى او اللي رسمت يعني وعانى معاناه ان رسم الشمس، يبقى in the morning. تمام، عندي what's wrong، عندي اللي بيقعد هنا what's wrong، هنا her foot hurts. تمام، يبقى دي فوت، خلي بالك هنا فوت يعني ايه اللي هي ايه القدم، وعندي اللاجز اللي هي ايه الساق. انا عايز ارجع بس ثواني، انا قلت هنا ايه، انا بقول هنا هير فوت. في صوره عشان برضو نكون امناء حتى النهايه، ما اعرفش قلت لاجز اور فوت. هنا عندي هنا دي لجز يعني، ما هو ما اعرفش دي كلها كده على بعض كده لجز يعني رجليه، لكن الفوت اللي هو الجزء ده. تمام كده، الفوت اللي هو الجزء ده او الجزء ده. طبعا انت شايف ان الدنيا كلها بايظه عنده هنا، فانا بقول ايه سوري انا ما اعرفش يعني، عايز ارجع للفيديو وهرجع له تاني. انا قلت ايه يعني ايه واتس رونج، his leg hurts. تمام كده، يبقى his leg hurts. لكن لو الجزء ده لو متعلم على جزء معين يبقى ايه his foot hurts. نرجع لمرجوعنا اللي احنا كنا فيه دلوقتي، مش هنتوه ما تقلقش. عندك بعد كده where are they؟ they are in the bath. بلبطة وصيف وعيش حياتك يا معلم. عندي نمبر 2 look and write the 3 sentences، بجيب لك اتنين برضو. عندي there is a nurse، طبعا عندي ادي الصورة برضو الاولانية خالص. تمام، عندي ممكن لما بيكون في اكتر برضو اكتر من شخصية في الصورة ده بيسهل لي ان انا اكتب يعني الجمل براحتي قوي يعني. عندي هنا التلاتة، عندي there is a nurse مفيش مشكلة، في ممرضة. عندي the woman is sick اللي هي الست دي تعبانة عيانة.
عندي they are at the hospital وعنوان الوحدة. دي سهلة جدا. عندي أوبا ده نفس الراجل اللي كان بقى من شوية. The boy is in the bed. تمام. He is sick. His leg hurts. صح كده. يبقى أرجع تاني. يبقى هنا his leg hurts. رجليه بتوجعه مش قدمه. لأن هنا يعني هو كلها كده على بعض يعني. خلاص كده. عايز أكد تاني. هأكد لك تاني. يبقى هنا his leg hurts. His leg hurts. عشان للأمانة كده. عشان برضو يبقى المعلومة صريحة وبسيطة وسهلة. حبايبي الحلوين كده انتهينا من يونت 5. اتمنى يكون معلش اسف اللخبطه اللي حصلت دي لكن طبعا هي ملحوقه يعني. ما تنسوش دعمكم القناه اللي لايك وشير واشتراك في الفيديو اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. تحياتي مستر وجد نبيل الى ان التقي بكم والوحده السادسه ان شاء الله اخر وحده في المنهج قريبا ان شاء الله. تحياتي اتمنى لكم كل توفيق ونجاح.